ايه وداك العضله الله وداك العضله الله وداك العضله الله وداك العضله الله وداك العضله هنديك العضله الله هنديك العضله الله هنديك العضله الله هنديك العضله الله. بونجور دكتور. هنديك العضله الله افندم. لا 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 ولا حاجة كده ولا حاجة. هو في حاجة؟ أبدا. أنا كنت جاي أشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. أنا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده. هو يعني الدكتور هيكون محتاج إيه يعني؟ أو أي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ ضنع الأوضة تولد أموت في الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. ما أمرش عليكي ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور ايه ده؟ دي مؤامرة، دي مؤامرة عليا، دي مؤامرة عليا. قلت لها يا ست انت مفيش لو سمحتي فضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا؟ ما عندكوش راجل في الاوتيل؟ انا عايز راجل، عايز راجل. حالة ولادة مستعجلة، حالة ولادة مستعجلة. الطوارئ بسرعة. لا طوارئ ولا جولة، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالك وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. قبري يلم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعة. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابن سريعة. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم انت دكتور عمر حيط ابوك. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجه نجاره مصر يا ذاكر. يا اولاد المحاريف، ده انا اولع لكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في ايه يا نبيله؟ يا دكتوره في صوت ضرب نار وفي بلطجيه هجموا على المستشفى ده. بلطجيه؟ انطقي، هو فين؟ حاربنا مش فرجة رجالة مصر كل شوية. انطقي هو فين؟ اعترف احسن لك. اعترف. ايه ده؟ في ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك اهي، وبعدين ومفيش دكاترة تاني غيره؟ نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب. بيتجوز اهو بلا عندك. ايه مالك؟ ايه يا حبيبي؟ مالك قلبت وشك ليه؟ في حاجة؟ بيقولوا الأب يوم فرح ابنه بيبقى مخطوف وشكله كده مش على بعضه. وأنا دلوقتي عندي نفس الإحساس يا عمر. وأنا ابنك برضه. غصب عنك يا ابنك وغصب عني. مش تربيت إيدك. خالد ابني جاب القساوة دي كلها منين؟ مسيره يرجع، مسيره يرجع، محدش بيغيب على طول. اللي زي عمره خلاص بقى وراه، واللي فاضل منه ما يكفيش. وحشني قوي. تقولش كده، اديك طولة العمر ان شاء الله. وحشنا كلنا. مروق روحك انت وهو مقضينا حكايات وسايبيننا طالعين معتينا فوق. ما انا بنت البطه السودا في العيله دي. يا بنت البطه البيضة داخله بستريس ليه كده علينا كده؟ ده يوم فرح يا اخوانا، يوم فرحي وانا بتجوز كل يوم. يا دكتور عمر. ها يا دكتور. ها انت فين؟ ايوه ايوه ايوه. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو رمضان بدا ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح.
الجماعة صمموا يجوا يباركولك. جماعة مين؟ جماعة مين؟ مبروك يا عريس. حراس جيبه. حراس مين؟ مش عايز حريس. همي قول. عمر استني، رجالة مع بعض. يلا يا اختي. يا مدام المنتظم، اول ما الناس تطلع على طول تحط لها. الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق العريس يا مدام. اخويا ماله؟ شد حيلك يا دكتور، شد حيلك يا زهير، شد حيلك يا زهيرة. وش يا دكتور؟ عايز اشوف الوضع على الاخر. يا دكتور احاولي. اسمعي يا زهير. يا دكتور اول ما الجرح يخش تنزل الوضع على طول. خير يا دكتور عمر، بخير. ابوس يدك، احب على يدك. طمني يا دكتور. ان شاء الله خير. خير باذن الله. اهدى هقول لك. ابنك خلاص الحمد لله نازل بالسلامه، والست في الافاقه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور السعد والهنا. زغروت يا مره منك ليه؟ شكرا 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 يا حاج، شكرا يا حاج. ممكن اروح فرح انا بقى؟ كتاب الله لنشيلك لحد هناك. لا والله ما في داعي، والله العظيم ما في داعي. شكرا شكرا يا حاج. صل على النبي. يا خلاص يا ولد خلاص. شكرا. ما صحش برضه تسيبوا المدام لوحدها ولا ايه؟ حاجة علينا يا دكتور، بس انت عارف ان روحنا كانت في يدك. كلنا روحنا بيد الخالق سبحانه وتعالى، صح؟ سبحانه وتعالى. زغروطه يا مرة العريس منك فيها. بس يا ولد يا مرة نزل البندق. ولدي ولدي. معلش يا عريس، قدرك ان الناس تحبك. الحمد لله الحمد لله. يا مستنيينك النهارده يا دكتوره، ما تتاخريش بقى الفرح. اكيد ده اليوم اللي كنا بنستناه. اكيد اليوم اللي كنا بنستناه. ازاي يعني؟ مش مرتاح لها انا خالص الست دي. ايه اللي خلينا اقول لها انا بعد الفرح اصلا؟ الفرح اموت واعرف ستوهم ياخدوه ازاي؟ ازاي؟ ايه مفيش احساس؟ مفيش دم؟ هما مستبطرين عليه اول فرحته؟ ايه المستشفى كلها ما فيهاش دكتور غيره؟ يو يا تينا، ما خلاص بقى، هو اللي قال ما حدش ليه دعوه. زمانه جاي. زمانه جاي؟ انت عارفه يا بنت انت؟ انا مش هيموتني ولا يفرسني ولا يجيب لي جلطه دلوقتي حالا غير برودك ده. تصدقي ان انا غلطانه؟ اوف، ان انا قاعده واسيكي اصلا ومعطله نفسي. اتلككي اتلككي، ما انت راحه ما وركيش غير الصباع والكوافير وشعرك وحلاوتك وجمالك، والنبي يخصم انت نافعه. نفضي روحك بقى. بتبرطمي بتقولي ايه يا بنت؟ سمعيني كده؟ بتبرطمي تقولي يا بنت؟ ولا حاجة، انت حبيبة قلبي. عاجبة كده؟ بصراحة دي بنت جميلة. ريحي نفسك يا كتابينة يا بنتي، وهدي أعصابك. لا القولون يقلب عليكي يضرب في البنكرياس وانت مش ناقصة. بصراحة يا عمي، من يوم ما حضرتك شرفتنا يعني ونورتنا. أيوة حبيبتي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. المصايب عماله ترف على دماغنا، بس انا بحب اشرح لك الموقف اللي احنا فيه. ما تنسيش حضرتك ان انا عمك. ما هي دي المصيبه، دي المصيبه انك عمي. ولو ما كنتش عمي ما كنت سبتك تعدي باب بيتنا ويبقى ليك دعوه باي حد من اخواتي. لكن اعمل ايه، متربيه وعندي اصل، ولا يمكن اقفل ابدا الباب بتاع بيتنا في وش اي حد من ريحه المرحوم ابويا للاسف. بنت سودة. بتقول ايه يا عمي؟ بنت جميلة. بص يا عمي، علشان انت عمي انا فهمك كويس قوي 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 قوي. انا ما صدقت ان عمر اخويا صلح حاله، ها، وبعد عن سكة الشياطين اللي كان ماشي فيها. قسما عظما يا عمي، لو شدده تاني للسكة العوجة بتاعتك ولا وسوست له في ودانه، ايه رأيك بقى هنسى اصلي وفصلي وابويا وامي واي صلة تربطني بيك؟ انت عارف كويس قوي اللي يجي جنب اخواتي اكله بسناني. ايه عمر؟ عمر اخويا حبيبي، عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. انا كنت هتجنن عليك. قول لي، انا ما كنتش عارفه اعمل ايه من غيرك. ولا حاجه، تروح تلبسي بس هدومك عشان نجهز الفرح يا دوب قرب. فيه ايه؟ هلبس ايه؟ انت اللي تلبس الاول، تعالى قدامي. روح انت يا عمي. يا ساتر، كنت هلبسه الكرافته.
غازي؟ قلت نونس بعض، وبعدين يعني الدنيا ليل مينفعش تروحي لوحدك، انت زي القمر كده. اوكي مقبولة منك. اتفضلي. البلطو الابيض ده مخبي حاجات كتير. ايه حكايتك معايا اليومين دول؟ مش عارف بصراحة، بس يعني حاسس اني عايز اقولك كده. سيبني في حالي يا ابن الحلال، انا مش مستحملة اي حاجة. انا مصدقت ألم روحي جوه نفسي واتكن في حتة بعيد. انا مش ناقصة. بص يا صفا، عمر اخويا قبل ما يكون صاحب، وعمره ما خبى عني حاجة، وانا بصراحة يعني شايف اللي بينكم ده كان مجرد. بليز مش عايزة افتح في اي حوارات. خلصت؟ ممكن يعني خلصت فعلا؟ احنا مش هنروح الفرح بقى ولا ايه؟ لا هنروح طبعا. اتفضلي. بسم الله ما شاء الله. انا مش مصدقه عينيا. مصدقه عينيكي عشان كده؟ عينيكي عايزه تعيط؟ لا يا عمر، دي دموع الفرحه. انت عارف انا حاسه ان انا العروسه النهارده. انت لو بطلت العياط والدموع دي هتبقي احلى من مليون عروسه. يلا يا واد يا بكاش، خلاص بقى العروسه نشفت من الانتظار. يلا روح كمل لبسك. حلوة نشفة، حسستيني انك بتتكلمي على طبق بامية بايت. ولما الصلصة تنشف بقى بامية. يا عروسة. لا مين ده؟ ده أنا نادرن عليا اليوم ده أنا مستنياه طول عمري. تعالى معايا. تعالى. بنفسك؟ طبعا بنفسي. أمال إيه؟ يا سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حلوة البتاعة دي؟ يا خرابي. قمر بسم الله ما شاء الله. انت عارف يا عمر، برغم ان ربنا حرمني من الخلفة، بس طول عمري بعتبرك ابني اللي انا ما خلفتهوش. كل كنت ما اشوفك كده مع واحدة من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت كل يوم مع واحدة، كل يوم مع واحدة. خلاص بقى قلنا تبنى الى الله. تبنى